اخويا السبيطة خاصني وتحل اخويا المواطن. عندنا وليداتنا باقي صغار باقي الملائكة، راه ماشي بحال دابا انا بنتي وين راه رايد ليها حبوب وانا داراني ودنية. اول السبيطة مولاي عبد الله قال لي اخويا غتجيب لنا 16000 باش نديروك لاباراي ودنية. جيت هاد السبيطار هذا ما طالبوا مني والو، وقفوا معايا ساعدوا معايا اخويا دو محل السبيطار اخويا حلوا لينا. هاد الناس راه واقفين بوليداتهم صغار تاهم مساكن مراتهم كاين مرض عيالات كبار مساكن فيهم مرض السكر تيجي ياخذوا الدواء كل صباح من هنايا وتساعدوا معنا. الله يرحم لكم الوالدين لما تساعدوا معنا وتساعدوا لينا حنا مع دابا. شنو المشكل واقع هنا؟ شنو خويا المشكل هي السبيطار خاصو يتحل اخو راه السيمانه هو مسدود 15 يوم هو مسدود 15 يوم هو مسدود. انا راه مريض من الودنيه السيمانه 16 يوم وبنتي حتى هي مريضه السيمانه وما عنديش ما خداش غنمشي ناخذ ديال الدواء من الفارماسيان. ولادي راه مواطن ما خدامش 4 سنين ولد المحمديه ولد البلاد راه حنا ضايعين والله يدير شي تاود الخير. وراه وقفوا معانا وقفوا مع وليداتنا وحاولنا السبيطار حتى هما خلي بنادم يتشافى ليه وليداته والله يرحم لكم الوالدين. هذا هو المشكل اللي عندك انتيا؟ انا المشكل اللي عندي بنتي مريضه هنايا خاصني نداويها ضروري حيت ما عنديش فلوس. واش غندير السبيطار مولاي عبد الله ما خدام ما خدامش طالبوا لي 40 درهم ديال الدخله وتندخل عندك ما تعمر لي ورقه ما تخسر عليا والو ورقه تيقول هاد الدواء تاخذي بالسيره ولا بالسيره ما فيه لا مازور لا والو ما خدامش ما خدامش انا بعدا انا تاع راسي انا ما خدامش انا جيت 8 سنين انا في هاد المحمديه ما خدامش انا وبحرفتي وبصنعتي. انا كيبان لي بزاف الناس باغي يجيبوا الوداد ديالهم والناس باغي ياخذوا دواء السكر بزاف المعاناه. انا راه بزاف ديال الناس تما باغي وليداتهم يدبوا لهم مبرح هذا الجلبه هما ما كاينينش هما وليدات صغار مساكن هما سينا وليدات صغار باغي ندقوا لهم مبرح مساكن ها هو ما كاينش مسكين الدري يضيع الدري هذا نضيعوا حنا وما يضيعش الدري مسكينات. وهذا الشيء اللي كاين اخويا. اشنو المشكل عندك الشريف ياسين؟ الدواء كناخذ الدواء من هنا وانا اليوم عيانه عندي البروده شفت باش ندوز ما لقيتش طبيبه. كان واحد الطبيبه غزلان كتساعد معنا وكل شيء اطباء مزيانين 15 يوم هذا الله اعلم ما عندناش. شريف سيرتك توجه للمسؤولين المسؤولين هما يكونوا معنا يكونوا مع الناس هما النساء بزاف واقفين هنايا بقينا ونحلوا يديروا لنا شي حل هذا السبيطار. حنا راه اتصلنا بالمسؤولين قال لك نهار الخميس ان شاء الله يحلوا المستوصف. ان شاء الله واخا عادي سمعتوه يكون خير ان شاء الله. نهار الخميس حنا معاكم ان شاء الله. ان شاء الله الله يرحمه.